انا بحب زياد، بحب روحه كثير بالشغل، ومبسوط اليوم انه نحن اليوم بحفله وحده، وان شاء الله يا رب هيك نقدم شيء حلو اليوم لهالناس اللي ناطرتنا. انا مبسوط كثير، افتح لي قلبك، يمكن من اكثر الاغاني اللي انا مبسوط بنجاحها من كل شيء عملته. 100 مره هي لون جديد انا اصريت اني اطرحه، لانه انا ما سبق وطرحت هيدا النوع من الاغاني. انا كمحمد بلاقي بهيدا اللون، انا مثل الله شو بحبك، افتح لي قلبك، بيشبهوا بعض. اليوم الوقت المناسب فعلا لحتى اكون موجود بهيك مهرجان عريق وكبير مثل مهرجان قلعة دمشق، بقى بحس لا نحن بالوقت المناسب والمكان المناسب. انا بحبه لزياد كثير، وفي يعني صحبه بتجمعني انا وياه من اكثر من 13 ل 14 سنه يعني، حتى في جيره كمان. بقى بلاقي انه مفروض يعني هيدا مفروض يصير من قبل، حتى صار وسمعنا اشياء وما صار في توفيق بمحل معين لاختيارات معينة، بس ان شاء الله بالمستقبل الموضوع غير مستبعد نهائيا، لانه انا بحب زياد، بحب روحه كثير بالشغل، ومبسوط اليوم انه نحن اليوم بحفلة وحدة، وان شاء الله يا رب هيك نقدم شيء حلو اليوم لهالناس اللي ناطرتنا. انا مبسوط كثير، افتح لي قلبك، يمكن من اكثر الاغاني اللي انا مبسوط بنجاحها من كل شيء عملته، لانه هيدي الاغنية تعبت عليها من قلبي، يعني من اول ما بلشت كان بالكلام للرائع حياة اسبر لبوجهلة تحية، اشتغلنا على الكلام اكثر من 3 شهور، حتى اللحن تغير 3 مرات، والتوزيع كمان كنت انا قاصد انه يكون فيها هيدي الهانك التركي اللي موجود بقلب التوزيع. كنت دائما وما زلت حريص على انه اقدم الاغنية السورية بطريقة مرتبة، بتحافظ على الكلام، بتحافظ على اللحن، بتحافظ على طريقة التوزيع، وحتى بطريقة الطرح بشكل عام. يعني انا بالتقديم ما بشوف حالي ابدا. بالتمثيل بحب، انا عاشق للمسلسلات، انا حتى يعني لدرجه اني بنتقي المسلسلات لا في كان في خيار، كان مطروح صراحه حتى بدور بطولي يعني، بس انا رفضت بالمبدا، رافضت الفكره، ما بنفيها بالمجمل بس رافضها. خلينا نركز على فني وركز على الاغاني اللي عم اقدمها، لانه في كثير الوان موسيقيه لسه ما قدمتها، بقى بدي يعني وحد جهدي لحتى اكون ناجح بالمجال الفني. 100 مره هي لون جديد انا اصريت اني اطرحه، لانه انا ما سبق وطرحت هيدا النوع من الاغاني. ما بعرف كيف بدها تعمل مع الناس. هلا مبين انه الحمد لله الناس حابينها، نشكر الله، بس بلاقي حالي بلون افتح لي قلبك. انا كمحمد بلاقي بهيدا اللون، انا مثل الله شو بحبك، افتح لي قلبك، بيشبهوا بعض، بتلاقي انه في لينك بين هالاعمال اللي عم تنعمل، بلس كمان عندك 10 قلوب ولا الاغاني اللي عم تنشغل، في لينك معين. بس ب100 مره انا بلاقي حالي شوي غيرت، يعني طلعت. انا من الاشخاص يلي على طول على تليفون انا جاهز، ولا اني اطلع على، بس عم تصدف الريليس تبعي عم يكون بلبنان، ومن بعد اغنيتي عم يكون في مثل لقاءات صحفيه بتحكي عن هيدي الاغنيه. بس انا ماني مقل، وبالعكس بشوف حالي انه اكون قريب للصحافه، لانه هن بالنهايه، وحتى الاذاعات ولا الاطلالات التلفزيونيه، لانه هيدا سبب كبير بيخلي على طول الفنان قريب من جمهوره او من الناس اللي بيحبوه.